اليوم هو عضو المكتب السياسي لتيار المستقبل، وهو بروفيسور أيضا بالجامعة اللبنانية ورئيس قسم رابطة أساتذة الجامعة اللبنانية ورئيس قسم الفيزياء بالجامعة اللبنانية. بيسعدني أني استضيف دكتور عامر حلواني. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك ستنا ست حنان، وبشكرك على الاستضافة، وبشكر الـ MEA TV على استضافته. أهلا وسهلا فيك في ولاية ميشيغان، وأكيد هيدي مش أول زيارة لك هون. أنا ضيف دائم تقريبا، أكيد كل سنة بيجي. أهلا وسهلا. بدنا نسألك اليوم عن تيار المستقبل، أنه حصل على عدد لا بأس فيه من النواب بالانتخابات النيابية الأخيرة، ولكنه سجل تراجع كبير بالنسبة لحجمه التمثيلي السابق. خبرني ليه برأيك صار هالتراجع؟ كان متوقع أنه يصير في تراجع نظرا للقانون الانتخابي الجديد. القانون الانتخابي الجديد هو قانون نسبي، طبيعة الحال بس يكون في قانون نسبي بياخد واحد نسبة من الأصوات من النواب، بيطلع له نواب عاد نسبة الأصوات اللي أخذها. وكان متوقع أنه يرجع من كان عدد عنده عدد نواب 34، كان متوقع يرجع لل 24 23 24. هلا طلعت النتيجة أقل شوي مما كان متوقع، بسبب لأنه هذا أول مرة قانون انتخابات بتطبق. في بعض التكتيكات الانتخابية اللي كانت ما كتير ناجحة، فصار في شوية هالخلل. ولكن بعده تيار المستقبل ممثل حقيقي بلبنان، وهو حزب سياسي عريق، وهو امتداد للرئيس رفيق الحريري اللي أرسى قواعد وطنية كتير كبيرة بلبنان. وبعده تيار المستقبل حامل هذا المشعل الكبير، وإن شاء الله يعني عدد النواب بالزيد ولا بالناقص ما هو الأساس، بس أكيد بالمستقبل حيعمل ليرجع يسترجع كل ثقة الناس اللي يمكن يكون خسرة بوقت من الأوقات، بسبب لأنه يمكن تيار المستقبل ضحى كتير لمصلحة البلد. وهذا يمكن الناس بهذا الوضع الحرج اللي عم تمر فيه المنطقة واللي عم يمر فيه البلاد ولبنان، وشد الحبال بين كل الأفرقاء السياسيين وبين كل الطوائف بلبنان، يمكن في ناس اعتبروه شوية تراجع أو تخاذل، فكان في شوية انزعاج. هذا انعكس شوي على الانتخابات النيابية، ولكن بأكد لك أنه تيار المستقبل بعده قوي بالشارع اللبناني بالكامل، وكمان عم يسترجع شوي شوي كل القوة وكل التمثيل اللي لازم يكله. البعض بيقول انه السبب، بعض من الاسباب، انه ناتج للسياسات الخاطئه للرئيس الحريري. شو لكن ما فينا نسميها سياسات خاطئه، في تضحيات صحيح. يعني احنا كنا بوقت صار كل الناس ما بقى بدل القانون الستين اللي هو كان قانون الجاري عبر سنوات طويله، واللي هو صار قانون قديم، وحبوا يروحوا على قانون التمثيل النسبي. هلا تيار المستقبل من اول لحظه كان فهمان انه هذا القانون النسبي ما حيكون لمصلحته ولا حيكون لمصالح كثير من الناس، لا سيما انه الخصم السياسي اللي هو متمثل بحزب الله، انه اللعب السياسي عنده بالمنطقه منه متاح لكل الناس. يعني هو حيقدر ياخذ من عندك وانت ما حتقدري تاخذي من عنده، لانه معروف المنطقه هونيك، وبتعرفوا بتسمعوا انتوا انه الشغل بالسياسي للناس بهيديك المناطق منه متاح بشكل بسيط ومثل ما هو متاح بالمناطق اللي فيها تيار المستقبل. فكان هذا متوقع، ولكن رئيس سعد الحريري كان رافض انه يدل مجمد البلد ومعرقل البلد، لا سيما انه كل الشارع المسيحي كان ميال لهذا القانون الانتخابات، بما فيهم المسيحيه 14 ادار وحتى والتيار الوطني الحر، وكان في القوى الشيعيه كانت معه. فصار بده يبقى تيار المستقبل ويوم يمكن الحزب الاشتراكي بده يبقى لحالهم هن معرقلين، ففضل انه لا يضحي بشويه نواب على انه يضحي بالبلد ويضحي ويعرقل. يعني بالاخر كان المعرقل وقت انت ما عندك انتخابات نيابيه، كل يعني اعاده فرز السلطه كلها في عليها اشكال، عشان هيك صار في هال بس هو يتهم بانه عم يتبع سياسه الخنوع. لكن أنا بتأكد، أنا لأنه بعرفه للرئيس الحريري وبشوفه دايما ما في خنوع أبدا، وهذا أصلا مبين كان بالموقف الأخير تبع تشكيل الحكومة. وقت اللي بيقدر يشد أكيد بيشد للماكسيموم، بس مش على مصلحة البلد. بموضوع قانون الانتخابات كنا لحنا رايحين، كان صلنا 5 سنين ما صار في انتخابات، وهذه الشغلة غير مقبولة ببلد مثل لبنان، منه مقبول لا وطنيا ولا دوليا ولا حتى من ناحيه المنطقه. فمشان هيك هاي العرقه كان لابد من انه مثل ما حكيتك انه كان معظم اللبنانيين صاروا متوجهين على انه يروحوا على قانون نسبي، والقانون النسبي اللي انعمل اللي هو توليفه عجيبه غريبه
كان متوقعين كثير انه نحن نخسر جزء من اللي كان عندنا التمثيل نمثلهم، بس السبب الاكبر هو انه بالاخر نحن عم نستعمل ادوات باللعبه السياسيه غيرنا ما عم يستعملها ذاتها. هلا يقال انه تحت شعار بدنا نمشي البلد وما بدنا نحاول نمنع الشلل الحكومي والمؤسسات، دائما بننصاع، يقال بننصاع لمطالب حزب الله. وبالرغم من رؤية الرئيس سعد الحريري ببلد قوي واقتصاد قوي، دائما في اصطدام بمشيئة حزب الله بلبنان، صح ولا لا؟ لكن ما بخفيكي أنا أنه حزب الله بالآخر هو قوة عسكرية ضخمة صارت ما بس بلبنان، بالمنطقة وله امتداد بالمنطقة صار كتير كبير. ولا شك أنه حزب الله جرب يورث النظام السوري بالسيطرة على لبنان، وعم يخدم شوي شوي. بالاخر هو حزب سياسي صحيح، بس هو عنده هو منظومه عسكريه كمان. بالمقابل كل الاحزاب الباقيه هي احزاب سياسيه بتشتغل بالطريقه السياسيه التقليديه الطبيعيه اللي لازم كل الاحزاب السياسيه تتعاطى فيها، يعني بتغلط وبتعمل صح اوقات وبتاخذ قرار غلط اوقات، مثل كل الاحزاب السياسيه اللي لازم تمر بكل المحن وبكل التجارب. حزب الله منه هيك، اكيد عم بجرب يقدم من الباور تاعت البلد، بس ما فيني نقول نستسلم نقول نحن انه لانه حزب الله هو قوه عسكريه كبيره لازم نسلمه عن القرار السياسي. طبعا هذا منه مقبول، وتيار المستقبل لا يمكن يسلم القرار السياسي، مثل ما قوى ثانيه موجوده بلبنان لا يمكن تسلم القرار السياسي لحزب الله، حتى ولو كان حزب مسلح، حتى ولو كان، لانه هو حزب الله، لا سيما انه حزب الله بيقول لك انا ما عم بستعمل سلاحي بالداخل بالشكل. طب كيف بيقدر الرئيس الحريري او غيره من النهوض بهذا البلد اذا بالفعل خلينا نقول انه حزب الله هو الامر الناهي بلبنان؟ ليكي في لا شك اصلا البلد ما عم يقدر ينهض، خلينا نحكي بصراحه واقعيه، يعني البلد ما عم يقدر ينهض لانه مثل ما حكينا، لانه انت بالاخر ما في طريقه سليمه باداره البلد. يعني بس تعترضي انت قرار مفصلي لحزب الله ممكن يستعمل القوه، وهيدا كل القوى السياسية بتفهمه وبتجرب تجنب البلد. هي قصة تجنب البلد 100%. اليوم انت عندك بلد مخطوف، عم تجربي الخاطف البلد ما يقتلوا للولد بكل بساطة. يعني مش يعني تجنب مش حل، هو ما له مصلحة. انتبهي كمان حزب الله ما له مصلحة يقتل البلد كمان، أكيد لا. انتبهي كمان هو حزب الله ما له مصلحة يقتل البلد، لأنه هو مستفيد من الاستقرار الأمني والاقتصادي، لأنه كمان هو بالاخر بيمثل ناس عايشين بهذا البلد ومستفيدين من حاله الاستقرار. مشان هيك في لعبه توازنات كثير دقيقه وكثير صعبه. يعني اليوم كنت بالصدفه اليوم الاب بنديكتوس كان عم بيقول انه لبنان هو في توازنات دقيقه جدا من ناحيه الطائفيه، فضيفي عليها انه في توازنات سياسيه كثير كبيره طائفية، وبترجع عندك سياسية، وبترجع عندك التوازنات المناطقية، المنطقة كلها عم تنعكس كل توازناتها وكل خلافاتها وكل صراعاتها عم تنعكس على الصراع السياسي بقلب البلد. مزبوط. هذا عم يدفع ثمنه البلد، مزبوط. مشان هيك البلد يعني لو كان يمكن مفلوت لحاله كان وقع من زمان. مشان هيك البلد محتضن، في حاضنة بتحسي عم تحضنه للبلد، وإلا كان انهار من زمان. لأنه ما في بلد بحجم لبنان بيقدر يتحمل هالقد حجم صراعات دولية وإقليمية وداخلية ويبقى واقف على إجره. وكان رئيس الحريري يلعب نفس اللعبة، الله يرحمه رفيق الحريري، وهلأ سعد الحريري قدروا أنه يلعب نفس اللعبة، أنه بلعبة التوازنات الضئيئة كتير، أنه قد ما فيك أوقات تضحي، أوقات تشدي، أوقات ترخي لحتى البلد يبقى عم يتنفس. وبالاخر في عندك 4 ملايين لبناني وعندك مليونين بين سوري وفلسطيني عايشين بهذا البلد. من السوريين ايه؟ كمان هلا هدول كلهم عايشين من هالبلد ومن خيرات البلد وعم يتنفسوا بالبلد. يعني في ازمه كثير كبيره تماما من ناحيه سياسيه ولا اقتصاديه. من ناحيه ما فيك تستسلمي، من ناحيه ما فيك على طول تشدي، لانه كمان في اوقات بتكوني انت رايحه على محل بتفوتي فيه بالحيط. بالاخر السياسي لا شك انه اوقات الواحد بياخذ قرار خاطئ ممكن. بالاخر نحن ناس بنشتغل سياسي، والسياسي بتغلطي بوقت ترجعي بتستدركي بوقت تاني،
لحتى ترجع تصححي. وليش؟ ولا سيما انه نحن عم نشتغل سياسي بظروف قاسيه كثير. نعم. يعني مش سياسي، احنا عم نواجه خصم يا ريته سياسي بس كنا كانت يعني كانت الدنيا بألف خير. هلا عنا التشكيل الحكومي واللي هي شغل وشاغل اللبنانيين اليوم. المفروض كانت تشكيل الحكومي من الخميس الماضي. بدنا نحكي عن العرقلات اللي عم تصير باخر لحظات، كان المفروض الاطراف السياسيه كلها تكون جاهزه لتشكيل الحكومه. من اول لحظه الكل اقر انه لا بديل عن سعد الحريري. نعم. لانه عرفوا اذا راح سعد الحريري اللي هو بيعطي ثقه وامان للبلد سواء داخليا وسواء خارجيا. بس بنفس الوقت يعني بدهم الحكومه تكون يعني بدهم سعد الحريري يكون يعني صوره مش صلب، ما عنده الكتله الصلبه داخل مجلس الوزراء لحتى ياخذ القرارات اللازمه ولحتى. وبنفس الوقت بسبب ظروف المنطقه اللي كثير حساسه، قصه مشاكل ايران امريكا تركيا، بتعرفي كان كثير ناس عم يبلشوا عم يستمهلوا تشكيل الحكومه، فصارت عرقلات. اول عرقله صارت قصه التمثيل الدرزي اذا بتتذكري. صارت عرقله شهر على التمثيل الدرزي، رجعوا بعدين صاروا حاولوا احراج القوات اللبنانيه لحتى لاخراجهم، كان الهدف اخراجهم. رجع بعدين القوات اللبنانيه فهموا اللعبه وتنازلوا اخر لحظه، بدل خمس وزراء اخذوا اربع وزراء. وخلصت الحكومة على أساس طالع الرئيس الحكومي عند الرئيس الجمهورية ليعلنوا شو اسمه، طلعت بدعة تمثيل الستة السنة اللي هي واللي هي فجأة صارت واللي هي فجأة واللي هي غريبة واللي هي غريبة الشكل، لأنه أولا هذه كتلة غير معلنة. هل هي ضد معيار التأليف الحكومي؟ 100%، لأنه هي كتلة أول شيء لأنه بعد الانتخابات المجلس النيابي النواب بتشكلوا بكتل، وهيدي لم تكن كتلة معلنة، لأنه في عندك الوزيرين كرامي والصمد هن بكتلة الوزير الفرنجية، وهدول الكتلة نزلوا على الاستشارات النيابية مع بعضهم، وفي عندك النائب سكرية هو بكتلة المقاومة، وعندك نائب قاسم هاشم هو بكتلة الرئيس بري، بيبقى في نائب أو نائبين اللي هن عمليا لحالهم، وفي جزء في كتلة للرئيس نجيب ميقاتي. هلا هوليك ما كانوا كتلة، ما نزلوا على الاستشارات النيابية ككتلة، وبالتالي أخذوا حصصهم على الكتل، يعني توزعت الكتل. نعم. على الكتل اللي أخذت حصص توزعت، يعني كل مين أخذ. والرئيس الحريري أخذ لكتلة البقية اللي هي الرئيس نجيب ميقاتي اللي هو فيها خلينا نقول فيها تمثيل سني مغاير ولا مخالف للتمثيل تيار المستقبل، ما اتفقوا على أنه يعطوا وزير لهذه الكتلة. وهذا دليل على انه لا، الرئيس الحريري من اول يوم ما كان عم يجرب انه يقول انه انا كله بدي اياه لالي، بس عم يقولوا انه هو عم يحاول يحتكر التمثيل السني في لبنان ورافض. منو صحيح انه عم الاعتراف بوجود، منو صحيح انه عم يحتكر، والدليل انه اعطاه للرئيس ميقاتي، اعطاه وزير، اعطاه وزير والبقايا هن اوريدي بكتل، فما في داعي. وهن كانوا حاطين معادله انه كل كتله عندها اكثر من اربع نواب بيطلع لوزير. فأنت وقت بتكوني عندك نائبين كرامي والصمد شلتيهم من الستة، وعندك نائب سكرية، يعني ما بقي كتلة لحتى تتمثل بوزير، يعني بدها تكون كتلة أكثر من أربع نواب لتتمثل، لأنه مثلا الكتائب عندهم ثلاث نواب ما طلع لهم وزير. طيب وشو الحل برأيك؟ هذا الحل إنه يرجعوا العالم بالآخر تبهي، إذا في قرار تعطيل حكومة ما في حل. سو هل بتعتبر هي خطة مبرمجة تماما يعني لتعطيل الحكومة لأسباب؟ هلا رجع بعدين صار يعني لقوا صار في حياة مهزوز، ما هني كمان انتبه هذه لعبة التوازنات، أوقات بآخر لحظة كل الأفرقاء بتبلش تشد لحتى تحصل ماكسيموم بآخر لحظة. نعم. بس هيدي ما فيك تلعبيها مع ناس حريفين بالسياسة، يعني اليوم تيار مستقبل عرفوا كامل. تيار رئيس الحريري قال لهم ما في مجال أبدا، عرفوا خط أحمر. خلاص عرفوا أنه ما في مجال، بلشوا يبرموا على حلول تاني، ولقوا حل الأسبوع الماضي أنه اللي هو النائب هو العساس في حدا من بيت عدرا سني، هو نائب تم التوافق مع الرئيس بري وبين رئيس الجمهورية والرئيس بري، انه بيجي هيدا كشخص توافقي من بيستبدل الوزير السني اللي كان من حصة رئيس الجمهورية. بس بيناتهم كانوا متفقين انه هيدا من جهة هو بيمثل الست النواب الستة، بس من جهة تانية كمان بيمثل الرئيس الجمهورية. فبعد ما صار هذا الاتفاق حصل خلل ما، انه بالاخر النواب الستة ارادوا انه يكون هذا حصرا بيمثلهم لالون وما قالوا اي علاقة برئيس الجمهورية،
وفي ناس بيقولوا انه الهدف هو ما يكون لرئيس الجمهوريه حصه من 11 وزير لحتى ما يقدر يشل الحكومه وقت اللي بده، يعني الوزير بيسيل بالحقيقه. ف يعني ف وعلقنا على هذه النقطه هلا، وبعد عالقه هلا عم يتم ازلال تزليل هذه النقطه، يعني بهاليومين الماضيين صار في اجتماعات حل يعني بالموضوع. لكن في تصور انه خلال الاسبوع الاول بعد بعد راس السنه الجديده 2019 او 10 ايام ممكن نلاقي حل. شو تحليلك بالنسبه لهالشيء؟ شو ممكن يصير برايك انت حتى تمشي الامور؟ لأقول لك بكل صراحه، إذا حزب الله منه ناوي يعمل حكومة، في ما يعمل حكومة. يعني حزب الله احنا على طول بنقولها، حزب الله وقت اللي بده يشل البلد في يشل البلد، بالآخر عنده عسكر وقبل هلا شل البلد. يعني لازم يكون في تنازلات لحزب الله، هيك قصدك؟ ما بقدر وفي حد يعني في خطوط حمر ما في على الواحد يتنازل عنها. في اليوم أنت حزب الله بده يشل البلد يشل البلد، بس هو بيتحمل مسؤوليته قدام كل الناس. يعني اليوم عم تتكشف اللعبة، عرفتي؟ هلا هيدي النقطة إذا ما انحلت وهي مفبركة، إشكالية مفبركة، لأنه حكي شرحت لك كيف هدول الستة ما كانوا موجودين. إذا ما انحلت خلال 10 أيام معناتها في قرار من حزب الله إنه هو ما بده حكومة، وخليه هو يتحمل مسؤولية، لأنه اليوم ما بصير في حكومة، ما بصير في حكومة، لأنه بالآخر وبينشل البلد على الآخر. بالآخر انتبهي أنت اليوم، أنت حزب الله إذا قرر يشل البلد شو فيك تعملي؟ ما فيك تعملي شيء، أنت بتعملي الماكسيموم بس أكثر من هيك. يعني أوقات بيجي وقت انه بالاخر انه اعطيتي الماكسيموم، ما بقى فيك تعطي اكثر من هيك. نعم عرفتي؟ وهذا حزب الله ويعيله صار فهم اللعبه انه ما في مجال. هلا باقي قصه هيدي ال 11 وزير لرئيس الجمهوريه، اذا فينا نقلصهم لعشرة. هل صار هلا صراع بين رئيس الجمهوريه وبين حزب الله، صراع جدي وحقيقي، وحتى عمل توتر لاول مره بيوصل لهالقد يعني بين رئيس الجمهوريه وكتلته والحزب، يعني التيار الوطني الحر، وبين حزب الله. لنشوف وين بدها تروح. هلا عم يبرموا على حل توافقي، ممكن يتفقوا على وزير سني ووسطي بين الاثنين ان شاء الله. يمكن شاء يكون بده ضمانات انه، عرفتي؟ هلا اليوم بس لازم يتلاقى حل، لانه ما معقول هالبلد عم يخسر كثير. حرام طبعا، لبنان عم يخسر فرص ذهبيه كثير للاسف، وقاعد بنص البركان وعم يقاتل لحاله هلا، صار لانه صارت المنطقه كلها ملتهيه بحالها. ايه، وبنعرف انه في اقليه كثير انه عايشه ماشي حالها بالبلد، بس النسبه كبيره من العالم. هلا في ازمه اقتصاديه، في أزمة خانقة، أزمة اقتصادية. كيف لكن لبنان عم يعيش ترهل سياسي وإداري كثير كبير، وهيدا يعني هيدا للأسف. أنت بالآخر وقت بيكون القرار منه بمحل واحد، السلطة منه بمحل واحد، توصل إلى هون. أول شيء في لا استقرار سياسي، لأنه بعده الاجتماع اللبناني بعده عم يتناتش، كل واحد خايف على 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 حضوره وعلى وجوده وعلى على حصصه. هي من ناحية، ومن ناحية تانية لأنه ما تنسي أنت بعد الخروج السوري اللي عمل خلل كتير كبير بالتركيبة اللبنانية، من ناحية التركيبة السياسية، يعني صاروا المسيحيين يحسوا حالهم مهمشين. فأجوا بعد الخروج السوري صار بدهم يسترجعوا الدور تبعهم، وبالآخر حزب الله حافظ دوره ومكانته وحافظ هذا حدوده لأنه بالقوة السلاح. فعم بصير بالاخر تناتش على على عرفتي، عم بصير تناتش على اللي انه بالاخر عم يضحي لمصلحه البلد. وهيدا اللي سبب بوقت من الاوقات انه تيار مستقبل يخسر بعض الحيثيه شو اسمه، لانه عم يضحي للبلد. لانه بلبنان للاسف نحن بالوضع اللي نحن فيه بوضع المنطقه، كل مين بيتعصب بشد الشارع اكثر. وكان سعد الحريري يقول على طول، يقول انا هلا اذا بطلع بقوم بدفع خطاب ناري فيني لم كل الشارع واربح كل شيء في نواب. بس ما هذا كان الهدف، لانه انت اذا ربحتي كل النواب وخسرتي البلد، لانه النواب فيك ترجعي تلميهم بس البلد ما بيعود فيك تلميه اوقات. نعم ان شاء الله تتشكل الحكومه قريبا، كلنا بنتمنى هالشيء وكلنا ناطرين لنشوف شو بده يصير بلبنان. بدنا نشوف هال 10 ايام يعني بعد البركه هال ان شاء الله تكون السنه 2019 خير على رقم مميز وخير على جميع اللبنانيين اكيد. بدي اتطرق لخبريه الرئيس الحريري بس بشان المغتربين هون وخصوصا بالمنطقه، انه خبريه احتجاز الرئيس الحريري بالسعوديه هي امر مؤكد من الطرف الاخر، وفي غموض
لانه الرئيس الحريري صرح وقال انه هالشيء بحب يخليه لنفسه يحتفظ فيه لنفسه. وبنفس الوقت الرئيس الفرنسي صرح كمان انه هو ساعد الرئيس الحريري وعزمه او تحريره وعزمه لعنده على فرنسا. بدنا شوي لكن ما فينا نقول انه الرئيس الحريري كان محتجز. الرئيس الحريري كان ببيته بالسعوديه. نعم. كان في شويه اختلاف بوجهات النظر على طريقه الشغل التصرف السياسي بلبنان. نعم. بالاخر تيار المستقبل هو حزب لبناني وبيتصرف بالطريقه اللي بتناسب لبنان واللي بتحفظ لبنان ومصالح لبنان قبل كل شيء، لانه ما تنسي شعار لبنان اولا اللي اخترعه هو الرئيس الحريري. وعلى رغم العلاقه الممتازه والمميزه مع السعوديه اللي هي كانت داعمه دائما للبنان اقتصاديا واجتماعيا، وبتعرفي الناس اللبنانيين اللي بيشتغلوا بالمملكه عددهم هائلي، بالرغم من كل شيء، ولكن نحن بالاخر تيار مستقبل سياسته هي لبنانيه قبل كل شيء. فصار في شويه يمكن اختلاف بوجهات النظر وصار في شويه مشادات، ولكن الرئيس الحريري هو قال انا بدي احتفظ باللي صار فيه لنفسي. ليش قال هيك؟ لانه بالاخر هذا سوء الاختلاف بوجهات النظر انحلت، وهذا واضح صار على احتجاز بكل معنى الكلمه. هلا ما فينا نقول احتجاز، واحد لا يحتجز ببيته بمنزله. ما تنسي كمان الرئيس الحريري سعد الحريري السعوديه، يعني منا يعني هي بلده الثاني وعائلته عايشه بالسعوديه بالاخر. فما فينا نقول انه اللي بيكون محتجز ما بيتصرف بهذه الطريقه وما بيخلي عائلته بالسعوديه وكل يوم هو عم يسافر من محل لمحل. كان في اختلاف بوجهات النظر حول مواجهه الاحداث السياسيه بالبلد وبالمنطقه، فادت الى شويه هذا الخلل ورجع انحل خلال اسبوع 10 ايام انحل ورجع كل شيء. هل كان تحت ضغط هناك بالسعوديه؟ هلا هو بيقول لا، يعني انا بدي صدق للرئيس الحريري. انا تحليلي انه لا يمكن السعوديه تغلط اي غلطه، لا يمكن، لانه اليوم السعودي الرئيس الحريري اللي قدمه للسعوديه بالحفاظ على هذه العلاقه المميزه بين لبنان ومؤسسه هذه العلاقه واخراجها من علاقه بس بين شخص او عائله وبين بلد او حتى بين طائفه وبين بلد، هي العلاقة مميزة بين لبنان وبين المملكة العربية السعودية تاريخيا من ايام الرئيس. نعم. رفيق الحريري لليوم. هل يعتبر تيار المستقبل هو تابع للسعودية؟ ابدا قطعا لا، وهذا اصلا الخلاف اللي صار انا عم اقول لك كان اختلاف بوجهات النظر على طريقة التصرف بلبنان. بالاخر الرئيس الحريري ما عمل الا اللي بيلاقيه مناسب للبنان. طبعا في علاقات مميزة اليوم، انت بالاخر السعودية هي بلد داعم قوي كتير للبلد ولصمود البلد. هلا اليوم انت اقتصاديا اذا بدك تبرمي على حل وضع الاقتصادي، اكبر داعم بده يكون الخليج وعلى راسه المملكه العربيه السعوديه. والخروج من المملكه علاقه جيده مع المملكه العربيه السعوديه هو انتحار للبلد. فبطبيعه الحال انه حيحافظ على هذه العلاقه، بس اكيد المحافظه على السلم الاهلي وعلى وضع لبنان وعلى تركيبته وعلى التوازنات فيه هذا شغله داخليه. الرئيس الحريري هو اللي بيقرر فيها، واكيد تيار المستقبل واكيد الكتله النيابيه تاع تيار المستقبل. يعني شعار لبنان اولا تجسد الحقيقه، الرئيس الحريري جسده بخلاف ناس ثانيين اللي بنشوفهم انه عم يعطلوا البلد لما بتعرفي لشو. نعم. اخر كلمه لك للمغتربين هون. يعني انا على طول بقول لهم للشباب المغتربين انه اهتموا بالجاليه بمصالحها هون بقلب وين عايشي، اهتمام فيهم. نحن بقلب أمريكا، أنا بدي أخدم الجالية بقلب أمريكا بغض النظر عن المشاكل الخارجية. ما تجيبوا المشاكل الخارجية تستوردوها وتعملوا ترجعوا تعملوها تعكسوها على أنتم عايشين ببلد في حرية كتير وفي ديمقراطية وفي رخاء إلى حد ما. استفيدوا من هذا المناخ لحتى بالعكس أنتم تعكسوا نور وإشعاع على المناطق، على بلداننا التعبانة اللي خلينا نقول المريضة خلينا نحكي. مش خلي الوضع المريض بالمنطقه عنا ينعكس سلبا على 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 وضعكم هون. فهون عيشوا بحياه طبيعيه وعاديه وبمحبه. هلا نحن اليوم مرقنا بعيد الميلاد من كام يوم وجايين على راس السنه، فخلي المحبه والفرح هي تعكس على العلاقات بين الناس بين المغتربين كلهم من 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 كافه انحاء العالم. بالاخر هذا العالم لازم يتحسن، ما لازم يبقى هيك. نعم. وينعاد على الشعب اللبناني، وان شاء الله تكون 2019 احسن بكثير من 2018. كل مره بنقول هيك بس بدنا نتامل بالله على طول. ان شاء الله، الامل بالله. ان شاء الله اكيد. انا كثير انبسطت بهالمقابله. وانا شكرا لك دكتور عامر حلواني، اهلا وسهلا فيك. شكرا لحضرتك. شكرا.